الشعور بآلام العضلات بعد يوم أو يومين من التمرين يسمى تأخير بداية آلام العضلات، أو بالإنجليزي Delayed Onset Muscle Soreness. في بعض الأحيان يصل إلى ذروته في اليوم الثاني. فممكن هذا يحصل إذا أنت كنت مبتدئ أو تعمل تمرين الجسم ما متعلم عليه. ففي هذا الفيديو راح أتكلم عن بعض الخطوات اللي تساعد في الاستشفاء العضلي، وهذه الخطوات كلها من دراسات علمية، وبعدين راح أتكلم عن الجدول الاستشفاء العضلي اللي أنا أتبعه. قبل ما نتكلم عن الخطوات، النوم 7 إلى 9 ساعات في الليلة يعتبر تقريبا 90% من الاستشفاء، وأيضا تغذية الجسم بشكل صحيح راح تساعد على الاستشفاء، فمن المفترض الانتباه على هذه الشغلتين. الخطوة الأولى Self Myofascial Release Foam Rolling، أو المساج العضلي. المساج العضلي أو الفوم رولر هو ليس يساعد فقط في ترخية العضلات. في دراسات توضح أنه المساج قد يساعد على تقليل آلام العضلية بعد التمرين ويساعد على الاستشفاء. المساج العضلي من المفترض يكون بعد التمرين مباشرة، أو ممكن يكون بعد فترة زمنية من التمرين أو حتى اليوم التالي. طريقة عمل المساج، يمكنك الاستخدام مسدس تدليك أو فوم رولر مثل ما الفيديو يوضح. لازم تضغط على العضلة ضغط متوسط، وإذا كان في مكان في العضلة فيه آلام أكثر، أقضي وقت أكثر في هذا المكان. الخطوة الثانية Active Recovery. تفسير الـ Active Recovery هو مثلا المشي، تمرين السحب Rowing أو السباحة. بعض الدراسات توضح أنه الـ Active Recovery راح تساعد على تقليل الآلام العضلية، وأيضا تقدر تعملها بعد التمرين أو من الممكن عملها اليوم التالي. فتمرين البايسيكل أو المشي يكون مفيد إذا أنت كنت متمرن عضلات الرجل. تمرين الروينج، السحب والسباحة مفيد إذا أنت كنت متمرن عضلات الجسم الأعلى. الخطوة الثالثة Supplements أو المكملات الغذائية. من ناحية المكملات الغذائية، ما في دراسات كثيرة توضح أنه هي راح تساعد في تقليل آلام العضلات، بس في 2 مكملات غذائية أنا أنصح فيهم راح تساعدكم بهذا المجال. حبوب الأوميجا تقريبا 1 إلى 3 غرام في اليوم، وحبوب فيتامين دال 1000 إلى 3000 وحدة عالمية قد تساعد في تخفيف الآلام. إذا ما كنت تريد تأخذ حبوب الأوميجا، تناول السمك 3 مرات في الأسبوع راح يكون كفاية من ناحية الأوميجا. الخطوة الرابعة Ease your way into your program. ابدأ في برنامج سهل وصعب شوية شوية. وكثير من المبتدئين لما يبلشوا بالجيم يبدأون ببرامج وتمارين صعبة جدا. وأيضا مو شرط تكون مبتدئ، إذا بلشت في برنامج جديد أو تمرين جديد الجسم غير متعود عليه، وراح تحس في آلام عضلات كثيرة. أولا أنا كل يوم أنام تقريبا 7 إلى 8 ساعات، أذهب للنوم في وقت نفس الوقت وأستيقظ أيضا في نفس الوقت. ثانيا عندي جهاز الفوم رولر، هشوفكم صورة، أو جهاز مسدس التدليك في البيت، فأعمل تدليك عضلي للعضلات المشدودة والعضلات اللي فيها آلام في أي وقت أنا أشعر في آلام بالعضلات. ثالثا أنا أمشي كل يوم تقريبا 3 مايل، يعني أتوقع تطلع 6 كيلومتر، حتى شنو هم أحرق سعرات حرارية، وهم أنا أنشط الدورة الدموية بالجسم. فإذا كان في عندي أي عضلات يعني فيها آلام، تنشيط الدورة الدموية راح تساعد على تقليل هذه الآلام في العضلات، حتى التمرين التالي يوم الثاني لما أتمرن تكون عضلاتي فريش. رابعا أنا ما أخذ أوميجا 3 البيلز، الحبوب الأوميجا 3، بس أكل سمك تقريبا 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، فده حصل الأوميجا 3 من السمك، بس أخذ الفيتامين دي كل يوم. خامسا من ناحية التمرين في الجيم، أنا دائما أدفع جسمي أنه أتمرن بشدة أقوى كل مرة، بس شنو ما أدفع جسمي كثير بحالة يعني أنه جسمي ما متعلم على, على, على الدفعة، وراح أكون عضلاتي كثير فيها آلام اليوم الثاني. فدائما أدفع جسمي شوية 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 حتى أبقي العضلات تتطور وما يكون في عندي آلام بالعضلات، بحيث لما أجي أتمرن اليوم الثاني ما راح أقدر أتمرن لأنه جسمي كله يوجعني.
فأتمنى هذا الفيديو فاتكم، ابعثوا هذا الفيديو لأي أحد يحب يتعرف على هذا الموضوع، اضغطوا لي اللايك، شاركوني على اليوتيوب. إذا كان في عندكم أي أسئلة، إذا تريدوني أتحدث عن أي موضوع، اتركوا لي تعليق تحت، وأيضا الانستغرام موجود على الشاشة وأيضا بالدسكريبشن بلو. وشكرا، أشوفكم المرة الجاية.